السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علاء السعيد وأنت بتتفرج على قناة عالم مكي. النهاردة معانا منشار طاولة 12 بوصة 2712. ده منشار طاولة 2000 واط 220 فولت 50 60 هرتز. النو لود سبيد ار بي ام عند 50 هرتز 2950 لفة في الدقيقة. النو لود سبيد ار بي ام عند 60 هرتز 3400 لفة في الدقيقة فمنشار قوي جدا. ابعاد الطاوله بتاعته 56 في 80. ولو انا هستخدم الاكستنشن واصبح الطول بتاع المنشار اكتر من 160 سنتي. ارتفاع المنشار 81 سنتي. طبعا المنشار فيه فتحه لخروج الغبار وفيه زاويه 45. اعلى سماكه قص عن زاويه 0، ممكن اقص لحد سماكه 85 مللي. اعلى سماكه قطع عند 45 هي 58 ملي. فطبعا بيجي معاه بعض الملحقات زي ما انتم شايفين، دي اداه لدفع الالواح الخشبيه. كمان بيجي معاه برضو اداه دفع او عصاه دفع زي كده، بشيل بيها الرصاصه والاشياء اللي هي قريبه من الديسك. طبعا ممكن احتفظ بيه الحاجات دي هنا كده. طبعا بيجي معاه مفتاحين عشان افك وارد بيهم الديسك بتاعي. كمان هحتفظ بيهم هنا. كمان بقدر احتفظ بيه معاهم هنا. طبعا ده البريد فينز او السياج اللي بتحكم من خلاله في عرض يعني عمليه القطع، وده بيركب بكل بساطه. خلينا نركز مع بعض على الفتحه اللي بيدخل منها الزاويه هنا. ابتدي طبعا بالمسمار الاخير ده اللي بحطه مكانه. طبعا لازم تهوي المسمار شويه عشان خاطر ركب معايا بالشكل ده. تمام، بعد كده بتقفل عليه بطرتين دول عشان خاطر ما يتحركش. طبعا بتحدد الزاويه اللي انت عايزها وتظبط وتقفل. دي السكه اللي بتمشي عليها الزاويه. القطعه القصيره بالشكل ده بتركب في الجنب ده. طبعا لها مسمار خاص بيها، والمسامير دي موجوده في قلب المنشار علشان خاطر المسامير العاديه ديت مش هتمشي معاها لان الراس بتاعتها كبير. فده المسمار اللي هو الخاص بتاعها، يبقى في مجموعه مسامير معاها. والقطعه الكبيره بركبها في الجنب الثاني بالشكل ده. ودول طبعا مفتاحين بجمع بيهم المنشار. كمان لو نزلنا هنا بلاقي هنا محدد العمق، بقدر اتحكم في عمق الريشه زي ما انا عايز اطلع وانزل من خلال اليد دي. تمام كده، بقدر اتحكم في العمق، واقصى عمق ممكن اوصل لحد 8 ملي. كمان هنا في زاويه، لو حبيت اقص بزاويه ميل 45 بفك البريك من هنا وبيتحرك معايا المنشار لحد الزاويه اللي انا عايزها، واظبط على زاويه 45 وبقفل اللوك من هنا تاني. تمام، من ضمن مميزات الجهاز ده يا جماعه ان هو سهل الحركه. هو وزنه حوالي 53 كيلو، لكن انا اقدر ان انا احركه بكل سهوله من مكان لمكان. ودي من ضمن المميزات بتاعته. عندنا هنا كمان ده زر التشغيل او مفتاح التشغيل. والطاوله الاكستنشن كيبل متركبه بالشكل ده. اتمنى برضو الناس اللي هي بتعاني من موضوع تقفيل الطاوله ياخدوا بالهم قوي من الشكل بتاع الطاوله ازاي متركبه. وش الحديد ده لتحت زي ما انتم شايفين، كمان ازاي اتاكد ان وشها لتحت، وبتركب عليها الدراعين اللي بيشيلوا الاكستنشن تيبل. كمان انا لو بيجي معاها دراعين قصيرين زي ما انتم شايفين بالشكل ده، لو حبيت اخد اركب الاكستنشن تيبل دي بالعرض، في الحاله دي بستخدم الذراعين اللي هم القصيرين. فالمنشار ده قوي وممتاز جدا وثابت على الارض، ويعني كمان الرجول فيها رابر من تحت عشان تمنع الاهتزاز والحركه. وبكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده.
اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش من دعمكم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم.